السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعيبي تعال عيبي تعال ونكي دمايا ونالت مودينين ودودي ليبا يا نبو نقضي أنو قبل لمودينين بقال الله سعانو لكي بخليس بو نقضي يا واكا قبل لي الدرع انت تشوق لمقوة ذهيليني بس قبل لها لوقو قلا ايقا بس اللوق سيدا اللوق إلا قلا ماتي قلا ماتي ويقرينيين عند يهين عيبتي جيديين إلا ياتا بيتبايلو هرما اللي باتا بسلاك بل هدي واكن سبحانك يا عظيم سبحانك يا علي دول بها تانا تان مكاسو بحضي واريا لا سعانود وحي هو نايب بلها لن يخبرك اللي سيد لحايي إلا وحان ميسك ك... إلا وحكبايا هاي ما وحان ميسك في الفنية وريا اسكو غيرسيني يبا الى رغبا هاي حتى كهربان اركي انا ولي نبا هانت انا هاي اسقوله عليكم ورحمه الله وبركاته وكا ومر خلي مقال خلي دك نكن خماي سوماليين اي غيرايه اي كاين ام خي نغ سو بيري ساوت صلاحيا نالتا ايو نالتا تخدا ايو او لغ دك نكن خماي سوماليدا او دولد سوماليه هنا عجيبة لين ديناك تاسو كلا إسكال لغي ويري لبهان تانا حد ويري وحان شوغاها لاس عانود وحران مغلا وحان فلا يادي إني تن تاينا كان يهينا كان أبطان دي كاوان كنت الماما إلو يهينا دي قرر مايو بل عدكينا آن إذن مقاسيو محكمتي جاية تمر كلا الصوماليات والصومالي مركل لقى تقول يلا نروح هنطلع أيها الدين اعتاجن أبوان كي جبي أي وحيد تبع لذا الدنيا ذا مربان السري توقع عرض كار إيه إذا أنت واحد فلك فوش حلو كل رقعة طي السلا وجريا والرج المادير خديدة وين ما يرير مرك أي مش السيستم كدولة نما دو كبحرو أم وريان يارك بحس قبسته وحلا قد يفا وعيد الشعر واتني دي الموقت إلا يا هل كان هو عرقتان؟ وإن نبرة اللوج استوى عرقتان. وكل كسنة. وإن تي لواط استدا لوج أول دلو. أي واحد شو شيء جي يقولون كي نجيب بوليس شو شيء جي يا استدا أقرعين. نما كي دارو. وحلالي وح سمي يوم مركي جري وعين. waxay u soo jeesteen dumarkii inay garaacaan markay waxba iska xeeli waayeen meel kasta ay ku jabeen ayaa dumarkii ayaa garaacay waa buluuskoodi ba garaacaya balka sitee Allahu billahi ilaahay waxa la duleen ba leeyahay ilaahay waxa la duleen ba leeyahay bal ila dhageysta kuwa ka waramay wali ma taqaana
وكوي سومالي لان سيدا حنو عاي وياه ريال ليش إنك هنا على راح حساب ثم قبضنا عن حالي بقرنا إسانيكا خوش أنا سيدا لقو حالي ليش عسكرتين قط بديه لو تشيدين يي على راح تك هبورينين حرع لقط نبي سومالي ما يصدقين وحنقوا هي حقائق قبضنا هي تام الحوينا مركي لوجيني بورقة ومركو ورئيسنا يعلن قوانا لفعلن كحدنا بورقة مركو ورئيسنا يعلن قوانا لفعلن كحدنا ما هو اللي كتر زيد ما يدخل شعبه طير بتاع إسكحرة تبعي وحيت هاي ما قرنيو لكن ملحوينه إن دور قاديري ديس وحوي اللي قبرنا أنت إيراني كين قالن كأنا لفت هي حدنا هرت كسر شرع يا حبيبي جلس إيه هذا لفت كذا على الله يا قبرنا لفت كذا اللي بعثته كنا عبد يا الله أنا الله إيه قالن كهلا كشرع لي قبرنا أي قانط اللي جيست هذا وأكشر به حاله نمكي أجادين مش هايستي أي واحد صمين يدو مركل لنا يا وواحد لقى سبحان الله استوى عن شيء بلقيسة ورحمة الله وبركاته كل وانا تسمكوا ده ولا برنامج كده في هذا الغيب توحي إنه كويك دونا أما ورئيس كغيب برنامج كغيب تن وحي إنه كجها اللي دونا بعدوين سيحجي وكده عيد ديان كصومالي ده كواسي وعيد مدى أمان كو أي كتر دلنا ما دبعتوه جيستين قبل الصوماليات oo meelo kala duwan ka dhacay waxa ugu dambeeyay gabadh maanta baraha bulshada si weyn loo soo galiyay sawirradeeda oo markaasii ay kan muuqdaan nabar aad u waaweyn iyo waliba jirdil xoogan oo ka dhacay degmada Boq ee gobolka Doolo ayaynu eegi doonaa iyo sidoo kale waliba meelo kale oo magaalada Jibjiga ay ka mid tahay oo aad xasuusataan todobaad ka hor in iyadana sidoo noo kale dhibaato loogu geystay gabdha Soomaaliyeed bal waxaynu eegi doonaa falalkan jirdilka waxa soo celcelinaya iyo waliba qaabka ay askartu ula dhaqmayso doorka ayaynu eegi doonaa waxa ay la joogaa saaxiibkay Guuleed Ibraahim Alfil Guuleed oo soo dhow maxaan ka ognahay dhacdooyinka sii xigay ee ka dhacay deegaanka Soomaalida magaalada Boq oo tan Boq yaa dega Boq inay dadka saa ugu jil dilayaan xitaa cidii aan reerahooda aynan baan ugaadeenahay way iyo isaas u dilayaan xitaa dumarkii anuu cidda taa horta garan maayo gabadhaas wallahi aanan garanayn ese cid kasta waxa ahaato il gabadh ma garanaysa sidaa loo dilo ilaahay ba ku dhaarta waa wax ragal la yidhaahdo horaan idinku sheegay daaroodka la yidhaahda ma yaqaanaan uma naxaan dadka ma yaqaanaa kan baa caruura kan baa dumar waa qowlisato weeye wallaahi wabillaahi tallaahi waa qowlisato ma naxaana war waxaan ka xaragoodaan inoo ku xaragoodaa baa la yidhi war haddaanu nahay khaas ahaan beesha amba dadka kalaba amba beesha reer sheekh saxaaq waxaanu ka xaragoono ay ku xaragoodaan ilaahay baa ku dhaartay waa dumarka iyo caruurta ma layno iyaguna maanta waa kuwa meel ceeb kasta meel kasta la wareegay si ay dumarka laynaya bal alidisi fadaawadaan intaas kadib dhacdooyinkan gabdhaha oo lagu bartilmaameysanay waxaad moodaa in bilihii la soo dhaafay gabdhaha baa warbaahinta loo soo gudbiyay mise gabdhaha baa la dilay nii hoomay ee waxaanu maray in gabdhihii oo bil ka bilatay oo nimankii ciidanka ahaa gabdhaha uu laga adeejiyey iyo muujkii rag ahaa kiina rag ahaa inuu iska qarsado jabkiisa oo dee haddii ay ugu badato buhabuhayn baa ku soo gaadhay wax intan ka badanna meesha way ka dhici jireen marka intooda badan inay iska qarsadaan yaa suuragal isku soo duuduub oo tacaadigan soo laalaabtay waa maqlaysaan waxaan u caadadood yahay yani ceebtooda hay ay weligood waxan sameynayay marka ku sii dheeraan maayo waa maqlaysaan intaasan ku soo gabagabeynayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkuna ha iska ilaaliyaan baan ku leeyahay dumarka ayaan lagu tacdiil
أيان ذي الله هاي أنت سكت سكت قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.